صباح الخير على حضراتكم مشاهدينا الكرام، حلقة جديدة من هذا الصباح، لقائنا الصباح اليومي المعتاد على شاشة النيل للأخبار، واللي بيمتد لحوالي ساعتين من دلوقتي لحد الساعة 10 صباحا تقريبا بمجموعة كبيرة من الأخبار والموضوعات والحوارات. من مواضيعنا النهاردة اللي هنتكلم فيها، هنتكلم عن تاريخ متحف الفن الإسلامي، إزاي ساهم في تاريخ الحضارة الإسلامية في مصر، 119 عام من الحضارة والإبداع بيجسدها متحف الفن الإسلامي الموجود في القاهرة. هنتكلم عن أهمية هذا المتحف من خلال أحد حواراتنا النهاردة في هذا الصباح. موضوعنا الآخر ليه علاقة بالتصوير الفوتوغرافي وإقبال الشباب من الأجيال الجديدة على هذا النوع من الفن، ووصوله لمستويات مش بس هاوية ولكن درجات من الاحتراف بتؤهله انه ياخد ويحصد جوائز عالميه. هنستضيف في حلقه النهارده من هذا الصباح مصور شاب هاوي حصل على جائزه افضل مصور هاوي في العالم. هنستضيفه، هنتكلم معاه وعن رحلته مع فن التصوير الفوتوغرافي. دي هتكون مواضيعنا النهارده في هذا الصباح بجانب وقفتنا اليوميه الثابته المعتاده سواء الصحفيه او الاقتصاديه والرياضيه، وكل ده هيكون معانا في حلقه هذا الصباح واللي هتبدا بعد فاصل قصير. أهلا بحضراتكم من جديد. عقد مجمع البحوث الإسلامية في القاهرة الملتقى الفقهي الثالث بمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية تحت اسم الفتوى ودورها في مواجهة الإلحاد. نتابع هذا التقرير ونرجع لكم مرة ثانية. انطلاقا من دور مؤسسة الأزهر الشريف في رفع درجة الوعي ونشر الثقافة وتصحيح المفاهيم المغلوطة والحفاظ على الثوابت والقيم المجتمعية الأصيلة، انطلق الملتقى الفقهي الثالث عن الفتوى ودورها في مواجهة الإلحاد بمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، حيث تم استعراض الأسباب وسبل المواجهة. هذا الملتقى واحد من الملتقيات المهمة، خصوصا وأنه يلقي بالضوء على قضية الإلحاد من خلال مجموعة من العلماء والمفكرين الذين لهم باع طويل في مناقشة هذا الفكر والعمل على التصدي له. وبالتالي نقول بأن قضية الإلحاد قضية في المقام الأول لها أسباب متعددة، قد تكون نفسية وقد تكون اقتصادية وقد تكون اجتماعية وقد تكون دينية. من ثم كان هذا الملتقى يضم مجموعة تستطيع أن تغطي كل هذه الاتجاهات وكل هذه الجوانب، بغية العمل على إيجاد حل واقعي إيجابي يمكن من خلاله معالجة هذه الظاهرة. الملتقى الفقهي الثالث استعرض الجهود التي تبذل من قبل الأزهر الشريف استجابة للواقع على مستوى الفكر الإلحادي والتصدي لمثل هذه النوعية من الظواهر التي تناقض القيم الدينية والفكرية لمجتمعنا. وقد أكد المشاركون على ضرورة استخدام الدين والعلم في مجابهة هذه الظواهر. مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أطلق وحدة بيان لمواجهة الإلحاد والفكر اللاديني بتاريخ 22/4/2018. حتى يكون لهذه الوحدة والعاملين فيها من أعضاء الفتوى بالمركز دور في مواجهة الأسئلة المتعلقة بالإلحاد، في الرد على الأسئلة الوجودية، الأسئلة المتعلقة بالعلوم الطبيعية والتي يزعم بعض الملاحدة أن هذه العلوم تتعارض مع الدين، مع أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالنظر في الكون. ويعني لا شك أن قول ربي عز وجل في سورة فصلت الآية 53، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. هذه الآية بتبين منزلة العلم بالنسبة للإسلام والقرآن الكريم. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، آيات الآفاق والأنفس اللي هي الآيات التي يجليها العلم، كيف تكون هي الحجة على صدق آيات القرآن الكريم. مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية يسعى للحفاظ على أمن المجتمع واستقراره والدفاع عن هويته الفكرية والدينية والثقافية
في مواجهة الدعاوى المضللة والأفكار المغلوطة. محمد عبد الصبور، النيل. وفي إطار الاستعداد لبدء جلسات الحوار الوطني، نظم حزب الشعب الجمهوري مؤتمر صحفي للإعلان عن توصيات اللجان الـ 19 الفرعية الموازية للجان الحوار الوطني، وناقش المؤتمر استعدادات الحزب للمشاركة في الحوار الوطني، واللي هنتعرف عليها أكتر من خلال التقرير اللي جاي. للإعلان عن التوصيات التي خرجت بها 19 لجنة فرعية الموازية للجان الحوار الوطني، نظم حزب الشعب الجمهوري مؤتمرا صحفيا أكد خلاله على استعداد الحزب للمشاركة في جلسات الحوار الوطني. نؤمن تماما بالمساحات المشتركة، لأن السياسي الذكي هو من يبني على القواسم المشتركة. احنا لدينا شركاء في الوطن ولنا قوى سياسية، من المستحيل أن نكون كلنا متوافقين في أيديولوجيتنا، طبيعي، الاختلاف هو سنة الحياة، ولكن نحن جزء من منظومة، وبالتالي علينا أن نبني على قواسمنا المشتركة ونبتعد عن الخلافات والاختلافات. كما ناقش المؤتمر توصيات اللجان الفرعية والأطروحات التي قدمتها في المحور الاقتصادي، والتي تعد مدخلات لمشاركة الحزب في جلسات الحوار الوطني. تركزنا في الجزء الاقتصادي كبير، وانا كنت بشرف عليه بنفسي، وطلعنا توصيات انا بقول ان هي ممكن تبقى قابله للتنفيذ. وعلى سبيل المثال لما قلنا احنا كحزب بنقول يا ريت يبقى فيه نائب رئيس مجلس الوزراء للمجموعه الاقتصاديه، ان احنا شايفين ان المجموعه الاقتصاديه بتشتغل كويس ولكن كل واحد على حده، فقلنا احنا عايزين حاجه زي دي. قلنا مثلا المجلس الاعلى للاستثمار وهو فيه صدر فيه قرار جمهوري برئاسه فخامه الرئيس، قلنا يا ريت يبقى 50% من رجال الاعمال من الناس التكنوقراط رجال الصناعه. المؤتمر ناقش الاطروحات التي يقدمها الحزب في المحور السياسي، والتي خرجت بها 5 لجان فرعيه موازيه للجان اداره الحوار الوطني. على سبيل المثال في المحور السياسي كان في اكثر من زي ما قلت لحضرتك خمس لجان تحديدا، منهم مثلا انا كنت مسؤول عن لجنه الاحزاب السياسيه. والحقيقه لما درسنا هذا الموضوع ورجعت فعلا لامانات المحافظات 27 وخدت رايهم ايه المشاكل بتواجه الاحزاب عندهم في المحافظات، طلعنا بشويه يعني تحديات موجوده بتواجه الاحزاب المصريه، وعلى سبيل المثال التمويل بالنسبه للاحزاب. وكان حزب الشعب الجمهوري قد تلقى دعوه من الاكاديميه الوطنيه للتدريب في ابريل الماضي للمشاركه في جلسات الحوار الوطني. الاعلان عن توصيات اللجان الفرعيه الموازيه للجان الحوار الوطني هدف المؤتمر الصحفي الذي ناقش محاور عده على راسها استعداد الحزب للمشاركه في جلسات الحوار الوطني، وترجمه رؤيه الحزب في القضايا المختلفه الى مقترحات يناقشها الحوار الوطني. ولاء الحديني، النيل. وخلونا دلوقتي نتعرف على اخر واهم احوال الطقس والمناخ، ولاحظنا يمكن في بعض الانخفاض في درجات الحراره في الايام الاخيره مع بدايه فصل الشتاء الرسمي. نتعرف اكتر مع الدكتوره منار غانم، عضو المكتب الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه. صباح الخير. صباح الخير يا فندم. صباح الخير على حضرتك وعلى كل السادة المشاهدين. أهلا بك. مع بداية فصل الشتاء بشكل رسمي من يومين تقريبا، لاحظنا بالفعل انخفاض كبير في درجات الحرارة خصوصا في ساعات الليل. عايزين نتعرف أكتر من حضرتك على أحوال الطقس النهاردة والأيام القليلة اللي جاية. بالفعل يمكن تزامن بداية فصل الشتاء مع انخفاض في درجات الحرارة، يمكن احنا خلال الأسابيع الماضية يمكن بداية هذا الأسبوع كمان شاهدنا ارتفاعات طفيفة في درجات الحرارة، لكن مع الأمس بدأت درجات الحرارة تنخفض بشكل كبير وشكل ملحوظ. الانخفاض ده كان تدريجي، انخفض درجات الحرارة عن الأيام الماضية بحوالي 4 لـ 5 درجات، لأن احنا بدأنا نسجل عظمى على القاهرة الكبرى ما بين 19 و20 درجة مئوية خلال فترات النهار، وده بسبب وجود امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، وايضا كتل هوائيه معظمها قادمه من جنوب اوروبا مرورا بالبحر المتوسط، منخفض جوي على سطح البحر المتوسط. الكتل دي منخفضه في درجات حرارتها فبتبدا تاثر علينا بانخفاض درجات الحراره. وجود السحب المنخفضه والمتوسطه على مدار اليوم بيحجب جزء من اشعه الشمس وبيساعدنا على الاحساس بانخفاض درجات الحراره. الاجواء خلال فترات النهار نقدر نقول اجواء شتويه لطيفه تماما على القاهره الكبرى، محافظات الوجه البحري، السواحل الشماليه وشمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء خلال فترات النهار مع سطوع أشعة الشمس.
خلال فترات الليل وخاصة في ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر ومع غياب أشعة الشمس درجات الحرارة بتنخفض بشكل ملحوظ. الصغرى فترة الليل بتكون ما بين 13 وال 14 درجة مئوية. الطقس بيكون بارد على أغلب أنحاء الجمهورية، بالإضافة كمان بدأنا نشوف فرص سقوط الأمطار اللي هتكون اليوم موجودة بشكل كبير على السواحل الشمالية الغربية للبلاد زي مطروح والإسكندرية، شمال الوجه البحري زي البحيرة وقصر الشيخ والدقهلية. الأمطار في المناطق المذكورة دي هتكون أمطار متوسطة على فترات متقطعة من اليوم. الأمطار أيضا هتمتد للمناطق الداخلية وتكون أمطار خفيفة قد تكون متوسطة في بعض الأماكن من السواحل الشمالية الشرقية زي دمياط بورسعيد رفح العريش جنوب الوجه البحري زي المنوفية والغربية والشرقية. الأمطار أيضا قد تصل للقاهرة الكبرى ومناطق من شمال الصعيد زي ما ذكرنا. الأمطار دي كلها تكون أمطار خفيفة المتوسطة على فترات متقطعة من اليوم، يعني بعض الأماكن ممكن تكون خفيفة وبعض الأماكن ممكن تكون متوسطة. كمان الحالة الجوية دي هتستمر معانا يمكن غدا الجمعة وبدايات الأسبوع القادم إن شاء الله، لأن احنا هيستمر معانا انخفاض درجات الحرارة خلال الأيام القادمة، والعظمى على القاهرة الكبرى هتكون ما بين 19 وال 20 فترة النهار، فترات الليل ما بين ال 14 وال 15 درجة مئوية. طيب بالنسبة للتحذيرات يمكن كانت صادقة، يعني قرينا شوية تحذيرات على وسائل التواصل الاجتماعي بجو متقلب زيادة، هل اللي حضرتك ذكرتيه ده الطبيعي في مثل هذا الوقت من العام ولا ده شيء غير عادي وفعلا التحذيرات دي يجب توجيهها للمواطنين، وخصوصا يمكن برضو سمعنا عن تعطيل دراسة في اسكندرية النهاردة بسبب سوء الأحوال الجوية؟ هو طبعا الأجواء دي طبيعية في مثل هذا الوقت من العام، لكن نقدر نقول هي متقلبة عن الأيام الماضية. احنا الأيام الماضية كنا بنشهد استقرار في الأحوال الجوية، دفء فترة النهار، انعدام فرص سقوط الأمطار بشكل كبير، فبدأت الحالة الجوية تختلف تماما عن الاستقرار اللي شهدناه حوالي تقريبا حوالي أسبوعين. فيعني هو تقلب في الأحوال الجوية، لكن الأحوال الجوية دي تعتبر أحوال جوية طبيعية جدا. الأمطار وانخفاض درجات الحرارة تعتبر طبيعية في نهاية شهر 12، احنا خلاص بدأنا فصل الشتاء. بالفعل في طبعا الامطار اللي هتكون موجوده على محافظه الاسكندريه هتكون امطار متوسطه، عشان كده السيد المحافظ اعلن ان في الغاء للدراسه في محافظه الاسكندريه. لكن احنا الامطار اللي هتكون موجوده في المناطق الداخليه زي جنوب الوجه البحري، القاهره الكبرى، شمال الصعيد، امطار زي ما قلنا امطار من خفيفه المتوسطه، ما فيش منها قلق تماما ان شاء الله. تمام. دكتور منار، يمكن كل موسم بنشعر انه يعني كل موسم شتاء او صيف الحقيقة بنعتقد انه اشد سواء حرارة او برودة من الموسم اللي قبليه، هل ده فعلا شعور حقيقي ناتج عن الاحتباس الحراري والتغيرات المناخية اللي بيواجهها كوكب الارض كله ولا ده شعور وهمي؟ هو طبعا احنا بالفعل يمكن احنا مع بداية كل فصل بنسمع دايما يعني اشاعات على وسائل التواصل الاجتماعي او بيننا وبين بعض ان ده ابرد شتاء مر علينا او ده اعلى درجات حرارة مرت علينا في فصل الصيف، لكن ده طبعا غير صحيح تماما، لان احنا بنشوف دايما في فصل الشتاء انخفاضات في درجات الحرارة في كل عام. يمكن احنا العام الماضي انخفضت درجات الحرارة بشكل كبير، العام اللي قبله وصلنا درجات حرارة ممكن وصلنا في بعض الاعوام لثمان درجات على القاهرة الكبرى خلال فترات النهار. فاحنا بنسجل درجات حرارة منخفضة بشكل كبير في فصل الشتاء، كمان خاصة خلال فترات الليل بنشهد موجات الصقيع والبرودة الشديدة. شتاء هذا العام هيقرب الشبه لحد كبير بشتاء العام الماضي، انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة خاصة فترات الليل، موجات البرد القارصة فترات الليل وموجات الصقيع فترات الليل، لأن درجات الحرارة بتنخفض بشكل كبير. التغيرات المناخية بالفعل بدأت تأثر علينا في جميع الفصول في عمق الظواهر الجوية، يعني تقارب موجات الارتفاع في درجات الحرارة أو الانخفاض في درجات الحرارة بدأنا نشوف في فصل الشتاء وفي حالات عدم الاستقرار عنف الظاهرة الجوية. احنا معتادين على تساقط حبات البرد مع الأمطار اللي هي الكرات الثلجية اللي بتنزل مع الأمطار في بعض حالات عدم الاستقرار، لكن ما اعتدناش على ان هي تغطي مناطق كتيرة وتكون بشكل كبير زي اللي شفناه في الإسكندرية العام الماضي أو الغردقة. فاحنا عنف الظواهر الجوية، كميات الأمطار مع حالات عدم الاستقرار في الأحوال الجوية بدأت تكون بشكل كبير، ده بسبب التغيرات المناخية. لكن يعني التقلب في درجات الحرارة يكون أبرد شتاء أو أدفى شتاء أو حتى كمان يعني أعلى درجات حرارة فصل الصيف ملوش علاقة شوية بالتغيرات المناخية. صحيح. أخيرا دكتور منار، درجات الحرارة المتوقعة النهاردة في أهم محافظات الجمهورية؟
طبعا درجات الحراره اليوم المتوقعه على السواحل الشماليه للبلاد، ودي تعتبر اغلب المحافظات المطله على البحر المتوسط، العظمى خلال فتره النهار 19 درجه مئويه، الصغرى خلال فترات الليل هتكون 15 درجه مئويه. اما القاهره الكبرى ومحافظات الوجه البحري العظمى، ودي اعلى درجه حراره نسجلها خلال فتره النهار هتكون 20 درجه مئويه، والصغرى خلال فترات الليل 15 درجه مئويه. محافظات شمال الصعيد زي المنيا واسيوط العظمى 20 درجه مئوية والصغرى 11 درجة مئوية. أما محافظات جنوب الصعيد زي الأقصر وأسوان العظمى 24 درجة مئوية خلال فترة النهار، خلال فترات الليل الصغرى 13 درجة مئوية. دكتورة منار غانم عضو المكتب الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، بشكرك على هذه الإطلالة الصباحية، شكرا يا دكتور. بنكمل أخبارنا وبنروح للمملكة العربية السعودية، وبيستضيف مهرجان فيست للطعام السعودي مواطنين من سائر أنحاء المملكة لتبادل المعرفة بخصوص مأكولات متنوعة خاصة بكل منطقة بهدف التأصيل واستدامة المطبخ السعودي. هنتعرف أكتر من خلال التقرير اللي جاي. بهدف تأصيل واستدامة المطبخ السعودي، يستضيف مهرجان فيست للطعام السعودي مواطنين من أنحاء المملكة لتبادل المعرفة بخصوص المأكولات المتنوعة في أرجاء البلاد والنكهات الثقافية. خلال المهرجان اكتسب الزوار معلومات ومهارات جديدة تتعلق بالطهي وتذوقوا صحونا من مختلف مناطق السعودية. مهرجان مثل هذا المهرجان يقدم لنا موروث شعبي للتعرف على كمية الموجود في المطبخ السعودي، كمية التنوع الموجود في المطبخ السعودي، يعرفنا ونستمتع بها أكثر من ما تتخيل، واتمنى أن يستمر هذا الإفنتات والتعريف فيها في شتى أنواع في شتى مدن المملكة. وخصصت ساحة خارجية كمنطقة لعرض العديد من صحون المطبخ السعودي التقليدي، ومنطقة أخرى لأنشطة تعليمية وترفيهية للبالغين والأطفال. المهرجان بتنظيم هيئة الفنون والطهي السعودية لتشجيع الشباب على متابعة المشاريع التجارية في مجال الطعام وتسليط الضوء على الطعام باعتباره تراثا وطنيا اصيلا. بالعكس هذا الشيء يعطينا دافع ان نطلع للاكبر، يعني ان نطمح للاكثر، فهذا شيء دافع لنا ان نقدم الاكلات الحسوية ونبرز اكل المملكة، فهذا لنا شرف وان شاء الله الى الامام. وتعمل هيئة الفنون والطهي السعودية في اضافة المهرجان إلى أجندة الأحداث الغذائية الدولية وتسليط الضوء على أحداث الموروثات المهمة للمملكة. وبحسب الهيئة يعد المهرجان الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط ويستمر حتى يوم الجمعة المقبل. وبنروح لدبي، ومع قرب العام الميلادي الجديد كل عام وحضراتكم بخير، بتحتفل القرية العالمية في دبي بموسم عيد الميلاد بتزيين أشجار ضخمة وأضواء مبهرة وبعروض بيرتدي خلالها المؤدين الملابس التنكرية. ورحب أحد الممثلين اللي تنكر في زي بابا نويل الزوار، بينما وصفتها المديرة التنفيذية للتسويق في القرية العالمية جاكي ألمبي بأنها ليالي الشتاء الرائعة في دبي. وأضافت ألمبي أن أرض العجائب المخصصة لموسم العطلات مفتوحة حتى يوم 8 من يناير، وقالت أن موسم الأعياد في القرية العالمية حيث يوجد التلج وحلبة للتزلج على الجليد، وبابا نويل بالتأكيد بيجذب عدد كبير من الزوار من كل أنحاء الإمارات العربية المتحدة. مع احتفالات الكريسماس وأعياد الميلاد بالتأكيد، ولكن من روح فنزويلا، ركض المئات من سانتا كلوز في شوارع كراكاس عاصمة فنزويلا كجزء من جولة سانتا كلوز الترفيهية السنوية. وبارتداء قبعات سانتا الشهيرة والقمصان الحمراء شارك العدائين فيما يعد أحد أحداث عيد الميلاد الأكثر انتظارا في العاصمة الفنزويلية. وقال العداء ريكاردو جونزاليز أن الجميع بيشاركوا كل حسب سرعته وبيشجع بعضهم البعض خلال السباق. تعد هذه النسخة السادسة من الحدث اللي بتتميز بالجري لمسافة 10 كيلو والسير لمسافة 3 كيلو، وده بمشاركة حوالي 1500 شخص. Gracias.
في مدينة لاجون الإيطالية تبادل العشرات من بابا نويل زلاجاتهم المحبوبة مقابل الجندول وهم يجدفون على طول قنوات مدينة البندقية الشهيرة. وارتدى سانتا ملابس التجديف وتسابق عبر القناة الكبرى للمشاركة في التجديف. وفي الطبعة الـ12 من سباق عيد الميلاد الزاهي بالألوان بيتنافس فيه المجدفين مع قارب فينيسي نموذجي مزين بزخارف عيد الميلاد. وسط حرم جامعي في براغ تجمع نساء وأطفال أوكرانيون حول شجرة عيد الميلاد لتبادل الهدايا وغناء نشيد عيد الميلاد المبهجة. وجد حوالي 200 لاجئ أوكراني منزل جديد في غرف النوم الجامعية في العاصمة التشيكية. وقالت منسقة الحدث هانا هيليروفا هاربر إن 130 طفل أوكراني بيقضون عيد الميلاد بعيدا عن منازلهم، ولذلك يسعون للترفيه عنهم وإدخال السعادة عليهم، مضيفة أن العديد من الأشخاص تبرعوا بألعاب وهدايا للأطفال من خلال مجموعات فيسبوك وواتساب. وكثير من الأطفال اللي يعيشون في مساكن الجامعة التشيكية تركوا أبائهم وأقاربهم في أوكرانيا، والشيء الوحيد اللي بيرغبوا فيه هو أن تنتهي الحرب في أوكرانيا. وبنروح لأوكرانيا، وبعيدا عن أعياد الميلاد بالتأكيد بتعاني أوكرانيا من ويلات الحرب الروسية والعمليات العسكرية الروسية. تطوع فريق من مصممي الأزياء الأوكرانيين لتصميم أزياء عسكرية تناسب النساء عوضا عن الزي العسكري الرجالي اللي كانوا بيضطروا يرتدوه وكان بيعوق حركتهم بشكل أو بآخر. هنتعرف أكتر من خلال هذا التقرير ونرجع لكم مرة تانية. بإرادتهن تنازلن عن أحدث صيحات الأزياء ليختارن بدلا منها الزي العسكري. إنهن نساء أوكرانيا اللائي اخترن ارتداء البدلة العسكرية دفاعا عن الوطن. كان على النساء الذين انضموا للقوات المسلحة الأوكرانية أن يكتفين بالزي العسكري الرسمي للرجال لفترة طويلة، ولكن الأمر تغير الآن بفضل المتطوعين الذين بدأوا في تصميم الملابس العسكرية التي أعدت خصيصا للنساء. ميكاتينكو التي قتل زوجها وأباها خلال الحرب انضمت إلى القوات المسلحة الأوكرانية قبل الهجوم الروسي، وكانت تواجه مشاكل بسبب الزي العسكري المصمم أصلا للرجال والذي كان مفروضا عليها أن ترتديه على الجبهة. مصمم الأزياء ستانيسلاف بايتس تطوع هو وفريق من مصممي الأزياء العاملين معه بتصميم أزياء عسكرية تناسب النساء عوضا عن الزي العسكري الرجالي الذي كان يعوق حركتهن. ويعد الزي العسكري دليلا على الانضباط، كما أنه يوحي بالالتزام والطاعة ويعزز مشاعر الوحدة والترابط والتضامن بين الأفراد الذين يرتدونه. ويحظر على المدنيين بموجب الأحكام العرفية الأوكرانية ارتداء الزي العسكري أو أي بدلة أخرى تشبهه، وعلى الرغم من ذلك تبقى الملابس ذات اللون العسكري بالنسبة للأوكرانيين وسيلة أساسية للتعبير عن المشاعر الوطنية تجاه الجيش ووسيلة دعم ترافقهم حتى نهاية الحرب. أعلن الملياردير الأمريكي الشهير إيلون ماسك أنه هيتنحى من منصب الرئيس التنفيذي لموقع تويتر بعد إيجاد بديل له، وأنه هيكتفي بإدارة فرق البرامج والخوادم في المنصة اللي استحوذ عليها قبل أشهر. كانت مصادر مطلعة كشفت في وقت سابق أن ماسك بيبحث عن رئيس تنفيذي جديد لمنصة التواصل الاجتماعي بعد ما صوت مستخدمون في استطلاع للرأي طرحوا إيلون ماسك بنفسه لصالح تنحيه من منصبه.
نروح للصين واللي بتسعى جاهدة للحد من استخدام الفحم كوقود والتحول إلى الطاقة النظيفة لتدفئة المنازل في جهود خفض انبعاثات الغازات الحابسة للحرارة. بالإضافة لمصادر الطاقة التقليدية بتنشط جميع المناطق الصينية في استكشاف طرق جديدة للتدفئة بمصادر الطاقة الخضراء زي الطاقة الحرارية الأرضية والطاقة النووية لتدفئة السكان. وفي تيانجين اعتمدت بعض المناطق السكنية الطاقة الحرارية الأرضية للتدفئة المركزية، وهيتم أيضا استخدام التدفئة النووية للتدفئة في فصل الشتاء. فعملية التسخين النووي تنتج تبادل حراري بدون أي تبادل متوسط، والمستخدمون معرضون فقط للماء المعزول خلف طبقات متعددة. وبتدعو الحكومة الصينية لاستخدام أوسع للطاقة النووية لتدفئة المناطق السكنية والصناعية، حيث يهدف إلى ضمان هواء أكثر صحة والحد من انبعاثات غازات الدفيئة لتجنب الآثار الكارثية لتغير المناخ. في العديد من المقاطعات بالصين خدمت التدفئة بالطاقة النووية مئات الآلاف من الأسر المعيشية. بكده انتهت أول وقفتنا في حلقة النهاردة من هذا الصباح. قادمة لدينا مجموعة من أخبار الكرة والملاعب، أخبار الرياضة، وبعدها فقرة أيروبكس وبعض التمرينات الصباحية النشيطة، وبنرجع بعدها لبدء حوارنا. فابقوا معنا. صباح الفل، النهارده محضرين مجموعه تمارين هنعملها مع بعض، هستناكم بعد الفاصل. رجعنا تاني وهنبتدي نعمل النهارده مجموعه تمرينات بالمقاومه المطاطيه برضو، بس للطرف السفلي او لعضلات الرجلين. لو تفتكروا احنا قبل كده كنا عملنا حلقه وابتدينا ان احنا نشتغل لعضلات الطرف العلوي باستخدام المقاومه المطاطيه، وقلنا ان المقاومه المطاطيه من الحاجات الهائله جدا ان انا اقدر اخدها معايا في اي مكان واقدر ان انا اشتغل بيها بسهوله، وفي نفس الوقت بتبقى حل بديل جدا للظروف اللي ممكن تكون مسافر او مثلا معايش ادوات كافيه، فهي سهله جدا في التخزين واقدر اتحرك بيها بسهوله. تعالوا نشوف النهارده ايه التمارين اللي ممكن نعملها مع بعض. طبعا لو احنا قسمنا العضلات بتاعه الطرف السفلي هنلاقي فيه عضلات الفخذ الاماميه، عضلات الفخذ الخلفيه، عضلات الجلوت او عضلات الارداف، وعضلات الساق. تعالوا بقى نقسم الشغل بتاعنا هنشتغل ازاي. عضلات الفخذ الاماميه وعضلات الجلوت او عضلات الارداف بيشتغلوا غالبا مع بعض في الحركات اللي هي فيها القرفصاء وفيها حركه الطعن او السكوات واللانجز. تعالوا نشوف التمرين ده هنعمله ازاي. طبعا احنا متعودين ان احنا نعمل السكوات من غير مقاومه. طب لو هعمل بمقاومه مطاطيه يبقى همسك المقاومه تحت رجلي، بتاكد ان رجلي تقريبا باتساع كتفي، بصين بالزاويه الطبيعيه بتاعتها، ما بحاولش ابالغ في الزاويه يعني تكون غير الزاويه الطبيعيه بتاعت رجلي، وابتدي ان انا امسك المقاومه اكني ماسك بار، فبالتالي كده بقى عندي مقاومه اكني شايل وزن، وهبتدي ان انا اشتغل السكوات العادي خالص وبرجع تاني. طيب تعالوا نشوف بقى التمرين من كذا زاويه. ادي الزاويه بتاعتي عشان نشوف ظهري هيكون عامل ازاي، نشوف ركبتي هتعدي مشط رجلي ولا لا، ونبتدي نشوف التمرين مع بعض. لو نلاحظ ركبتي هنلاقيها تقريبا في مكانها ما بتتحركش، جسمي بس هو اللي بينزل لورا، ظهري مفروض على الاخر لحد ما ركبتي بتعمل 90 درجه وبنرجع تاني. طيب بنراجع كل مره زي ما بنراجع مع بعض النفس، لان ده من الحاجات المهمه جدا. امتى هطلع النفس بتاعي؟ الحركه الصعبه طبعا وانا طالع، فوانا طالع فوق هبتدي ان انا اطلع النفس بتاعي. تعالوا نشوف الحركه مع بعض. يبقى احنا كده هنراجع، لان التمرين ده مهم جدا الضبط بتاعه. اول حاجه المسافه ما بين رجلي قد كتفي، تاني حاجه ركبتي مش بتتجاوز مشط رجلي، تالت حاجه لو بصيت عليا من الوش وشفت التمرين وهو حاصل هتلاقي مفصل الانكل والني والهيب كلهم تقريبا على امتداد واحد، مفيش حاجه منهم بتطلع. يعني مثلا احيانا في بعض الناس ركبتهم تقرب لبعضيها او تبعد عن بعضيها، دي من الاخطاء الشائعه اللي عايزين نخلي بالنا منها واحنا بنعمل. طيب نخلي بالنا كمان واحنا بنعمل التمرين ان احنا نحاول نعمله قدام مرايه او نصور نفسنا حتى فيديو، ونبتدي نراجع الفيديو ده او نراجع شكلنا واحنا بنعمل التمرين بيبقى عامل ازاي، لان احيانا ممكن اكون بعمل التمرين ومتخيل ان انا بعمله صح، بس لما ابتدي ان انا اشوفه قدام عينيا
يعني الاقي ان في بعض الحاجات اللي ممكن اكون عايز اظبطها او احسنها في التمرين. الحاجات المهمه جدا برضو اللي احنا بنخلي بالنا منها، الجزء بتاع اسفل الظهر دايما في اي تمرين هبتدي ان انا اوطي فيه او هبتدي ان انا اثني رجليا فيه لازم يكون المنطقه دي دايما مستويه، لان دي بتحافظ على منطقه اسفل الظهر، ولو ما خدتش بالي من الحكايه دي ممكن تعمل لي مشاكل في المنطقه بتاعه اسفل الظهر. برضو هنبص على ظهري وانا نازل مفروض اهو تماما وبرجع، مش هتفرق بقى الحاجات دي لو انا بعمل بالمقاومه او من غير المقاومه، قواعد ثابته بنبتدي ان احنا ايه نشتغل عليها في كل التمرينات دي. طيب هنبتدي نشوف ازاي ممكن نشتغل لعضلات الرجل الخلفيه. هنحتاج ان احنا نثبت المقاومه في حاجه كده، واحاول ان انا احول المقاومه دي لشكل دائري زي الحلقه كده، خليها زي الحلقه بس بثبتها بشكل كويس، اتاكد ان هي متثبته كويس، وابتدي ان انا اثبت المقاومه في رجليا وببتدي ان انا اتحرك من مفصل الركبه فقط، احاول ان انا اضغط رجلي لورا وبرجع، بضغط لورا وبرجع. طيب الحركه الصعبه برضو وانا بضغط برجلي عليا، والحركه السهله وانا برجع، فبالتالي هطلع نفس وانا بضم رجلي عليا اهو. وطبعا لو اشتغلنا على رجل لازم نشتغل على الرجل الثانيه زيها. خلصت تمريننا النهارده ونشوفكم في حلقات جديده ان شاء الله.